والله يا جماعة، اللي بيسأل عن غسالة اللي هي توشيبا 8 كيلو، دي الكرتونة هنفتحها قدامكم. أهم حاجة إن هي فيها طلمبة طرد المياه، نفتح الكرتونة لحظة. طيب يا جماعة، وبعد ما فتحنا الكرتونة دي منظرها كده. دي منظر الحلة بتاعتها من جوه، حلة ستانلس. الكيبورد بتاعها اهوت، زرار للتشغيل وزرار الإيقاف وزرار تشغيل وإيقاف مؤقت، وده مستوى المياه يعني بتشيل لغاية 48 لتر، وده برامج اللي هي التشغيل، دوران الشطف الغسيل، وده اللي هي دورة الغسيل نفسها مستواها. اعتيادي، نقع، سريع، تقيل. وده بالنسبة للمسحوق. دي أدوات التشغيل بتاعتها، الخرطوم بتاعها، ده خرطوم الصرف، وده الضمان بتاعها. انت بتشتري الحاجة ما بتركبهاش، انت بتجيب حد من الضمان يركبها لك عشان هو بقى المسؤول عنها. هي المشكلة فيها ان هي مدخل مياه واحد، يعني سواء مياه ساقعة أو مياه سخنة، يعني هي مياه واحدة بس اللي داخلة لها، بس هي غير كده إن هي جيدة. تمام، وده كل حاجة عنها. أتمنى نكون قفلناها.